أهلا بكم مشاهدي صدى البلد في تغطية جديدة هنوضح فيها آخر تحديثات لأسعار الذهب والدولار. شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس هبوطا حادا متأثرا بارتفاع غير مسبوق بسعر الدولار الأمريكي وسط استمرار مخاوف حدوث ركود في الاقتصاد العالمي والتي فاقمتها سياسات التشديد النقدي التي تتبعها البنوك المركزية في العالم لقبح مستويات التضخم المرتفعة. وبحلول فجر اليوم هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.47% إلى 1661.85 دولار الأوقية، ورغم أن الدولار شهد تراجعاً طفيفاً بعد مستوياته المرتفعة القياسية التي بلغها في الآونة الأخيرة، إلى أن الذهب لم يستطع الاستفادة من هبوط الأسهم التي ارتفعت هي الأخرى يوم الأربعاء بعد أن أدى قرار بنك إنجلترا بالتدخل في السوق إلى تعزيز السندات البريطانية وبث الهدوء في الأسواق. وعلى المستوى المحلي هبطت أيضا أسعار الذهب، وسجل سعر جرام الذهب في مصر عيار 24 الأغلى ثمنا 1280 جنيها، وعيار 21 الأكثر شيوعا 1120 جنيها، وعيار 18 960 جنيها، وعيار 14 748 جنيها. أما سعر جنيه الذهب فسجل 8960 جنيها. وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة من محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر. وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن 31.1 جرام كوحدة لوزن الحلى وسبائك الذهب. أما عن أسعار الدولار محليا فسجل متوسط سعره مقابل الجنيه البنك المركزي المصري 19.48 جنيه للشراء و 19.55 جنيه للبيع، وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين 19.46 جنيه و 19.53 جنيه للشراء و 19.54 جنيه و 19.56 جنيه للبيع. ووصل أقل سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي الكويت الوطني البركة، وسجل 19.44 جنيه للشراء و 19.54 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار في بنوك HSBC المصرف العربي الدولي الإمارات دبي الوطني للتنمية الصناعية المشرق قناة السويس بلوم 19.46 جنيه للشراء و 19.56 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنوك فيصل الإسلامي مصر الأهلي المصري العربي الإفريقي الدولي 19.48 جنيه للشراء و 19.56 جنيه للبيع. ووصل سعر الدولار في بنكي كريدي أجريكول وقطر الوطني الأهلي QNB 19.49 جنيه للشراء و 19.54 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنوك الأهلي المتحدة التجارية الدولي CIB العقاري المصري العربي 19.5 جنيه للشراء و 19.56 جنيه للبيع. ووصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي ميد بانك الإسكندرية إلى 19.51 جنيه للشراء و 19.54 جنيه للبيع. وسجل أعلى سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 19.53 جنيه للشراء و 19.56 جنيه للبيع. وبكده تكون انتهت تغطيتنا، وبشكر حضراتكم وإلى اللقاء.